في نهاية الأمر في مقولة كده بتقول إن الهدية هي بمثابة برهان قاطع على العلاقات قوية البنيان، وده اللي بيخلينا النهاردة نطرح سؤال على حضراتكم. السؤال بيقول: هل الهدية بقيمتها ولا باللي جابها؟ قولنا على هدية جات لك ومش قادر اللي انت تنساها أبدا. منا، شايفة الهدية بقيمتها ولا بقيمة الشخص اللي جابها ومدى غلاوته عندك؟ مش بقيمة الشخص ومش بقيمة الهدية، بالوقت اللي جت فيه الهدية وبشكل الهدية. الستات بيفرق معاها الحاجات دي قوي، يعني وقت الهدية، في وقت ساعات الواحد بيبقى داون ومتضايق وزهقان وصعبان عليه نفسه وحزين، وفجأة يلاقي حاجة فرقت معاه. في أوقات بتبقى الهدية قيمة جدا بس أنا متنكدة جدا مش عايزاها، او الشخص اللي احيانا لو انت مش في المود الهديه اديني فرصتي. اتفضلي. الشخص بقى اللي جايب الهديه ده انا مش طايقه دلوقتي، فشكرا. يصلح غلطته عشان لا 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 لو سمحت. مفيش. امال بيصلحوك ازاي؟ بيطبطبوا عليا. طب ده مرضيه سهله. اسهل بكتير. طب ايه اكتر هديه فاكراها ومش قادره تنسيها لحد دلوقتي، وكانت حلوه ولا وحشه؟ يعني هل برضو ما ممكن انت مش قادره تنسيها عشان حاجه وحشه؟ ممكن اقول لك اخر هديه. ايه اخر هديه؟ اخر هديه جات لي كانت النهارده، انت اللي جايب الصبح شوكولا، صبحت علينا، كنت جعانه جدا. هو بصراحه انا حبيت ان انا يعني اشتري اجاباتكم عليها. فاخر هديه جات لي النهارده كانت الشوكولاته اللي انت جبتها. شكرا يا عبد الصمد على الهواء. ما قبل هديه عبد الصمد. طب انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه. انا مش القصه عندي في الهديه قد ما انا بحب ادي هديه، يعني انا العكس بقى، انا البلاجر عندي والفرحه عندي وانا بدي الهديه، وبحب اختار الهديه وبحب اشوف اللي قدامي بيحب ايه. لما بتيجي تختاري الهديه بتختاري حاجه قيمه ثمينه ولا مش شرط؟ يعني في ناس بتبصها كده، معايا فلوس ولا في ناس بتبصلها كده. اي مكان انا بحب اجيب هدايا طول الوقت. الاشخاص بيفرق معاها مدى غلو هذه الهديه ولا فكره اللي هو حاجه بسيطه رمزيه لكن بتدي اثر وبتسيب اثر كبير قوي في حياتك؟ لها مواقف، يعني لو حاجه يوميه مش لازم نجيب حاجه غالية أو حاجة بكتير، لكن لو مناسبة مهمة والشخص فارق معانا بنبقى عاملين حسابنا من قبلها إن احنا يعني ما هي دي برضو جزء من تخطيط الهدية وجزء من تقديرك للي قدامك، إن لما أنت عارف إن في عيد ميلاد جوزي، عيد ميلاد أمي، عيد ميلاد أبويا، يعني حاجة من الحاجات المهمة ببقى عاملة بلان من قبلها وعاملة حسابي في بادجت محترمة وكده، علشان ناس قيمة في حياتي فأقل حاجة أنها تقدم لها حاجة قيمة. صحيح. لكن بقى القيمة كمان بتبقى في أنك تختار الحاجة اللي هم محتاجينها أو اللي هم مهمة هي شبههم أو اللي هي تفرق معاهم، مدى احتياجه ليها. مهمة دي جد. بس أنا بفرح وأنا بدي الهدية. أنا بالنسبة لي بحس أن الهدية مش بقيمتها ولا بالشخص اللي جابها قد ما هي هتسيب اثر ومردود قد ايه على الشخص اللي انا بديله الهديه. في بعض الناس، ويمكن هنا هنصنف الناس، شوكولاته تشهد بالظبط، حاجه بسيطه. يعني انا لو شفت فعلا والله زميلتنا هاله الحمالية هنعرف منها فرحه هاله وهي بنديها لها. ايوه. ففكره ليها حاجات بسيطه لكن ممكن تبقى ليها مردود واثر كبير جدا. عندها تكة طفولة كده، يعني هي حبيبتي بتفرح بجد دايما وطول الوقت عندها يعني تقدير لكل حياة صبحت عليها بتفرح. أنا شمزي منها البروديوسر ساعتها غششني قال لي هلا بتقول ان ما جالهاش هدايا. اوكي. فبصراحة صعبت عليا فقلت نجيب لها هدية. اوكي. يعني نحاول اللي احنا خلاص وانا فوق البيع وبعدين الست مش هتلاقي اجابة على الهوا برضه فنجيب لها اجابة. لا خلينا اقول لك برضه فعلا والله نتكلم ان عمر الهدية ما كانت بقيمتها، لان احيانا زي انت ما قلتي مدى احتياج الشخص ليها. احيانا انا واحد من الناس الحمد لله ولله الحمد مثلا ما بخليش نفسي في حاجه، ما بشتريش حاجه لما ببقى مزنوق فيها، لا، لان انا مشكله اللي انا بكي شويه او انف شويه في اختياراتي، فالحاجه لو عجبتني في الوقت ده بشتريها عشان مش هلاقيها بعد كده لما ببقى مزنوق فيها. التجربه بتقول كده. فبالتالي الحمد لله ربنا فضله ونعمه عليا كتيره، مش عاوز حاجه دلوقتي. فالهديه تفرق معايا بقى لو الشخص اللي جايبها لي قريب مني، بعد شهر الشخص ده قريب مني قوي، فبلاقي فكره ان هو يعرف يوصل ايه اللي انا محتاجه في اولوياتي دلوقتي. انا بحس ان هو عمل مجهود كبير جدا، حتى لو اللي انا محتاجه ده اقول لك قلم، بس يفرق معايا جدا لان انا محتاجه في الوقت الحالي، فهو وفر عليا مشقته وانا اللي انا هنزل أضغط. فن اختيار الهدايا. خلينا نقول لك ان فكره الهدايا برضو احيانا بعض الناس بيبصوا ان الهدايا لما انا اجيب لمديري في الشغل هديه فانا بطبل خالص. والله ابدا،
لان حتى في السنه النبويه والرسول عليه الصلاه والسلام قال كهادوا تحبوا. ففكره ان الهديه نفسها ليها اثر كبير قوي، بتزود، بتعمل، ما بقولك بتعمل اذابه للجليد اللي موجود، بتكسر اي حاجز ما بينك وما بين شخص. بل احيانا علماء النفس كمان قالوا لك ان الهديه لو انت اديتي لشخص هديه احيانا بتخليكوا تغفلوا عن عيوب بعضكم لبعض. انت متخيله بقى قيمه الهديه دي؟ في اوقات ما بعرفش اخد فيها الهديه يعني فعلا زي ما انت بتقول، لو انا يعني على راس المكان اللي بشتغل فيه ما اقدرش اقبل هديه. لما كنت بدرس في الجامعه ما كنتش ابدا، حتى لما الولاد كانوا يدخلوا بمج نسكافيه الصبح أنا معاكي، كنت بعتذر عن انا معاكي في ده والله، كنت بعترض برضو على ده. لكن انا فكره اللي انا لما تعمقت شويه وقريت شويه لقيت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقبل الهديه ولا ياكل الصدقه، يعني لو حد تصدق عليه بحاجه لا مش عاوزها. لكن هديه ما كانش بيرجع هديه او بيرد هديه تحديدا. ده ليه؟ علشان خاطر الهديه ليها اثر كبير جدا، زي ما بقول لك حاجات كتيره قوي. الهديه بتعزز من الروابط، الهديه يمكن بتقرب القلوب من بعضها البعض. ففكره بتفرح. عمر الهديه ما كانت بقيمتها. الشخص اللي بيحسب الهديه بقيمتها انا اعتقد ان ده بيكون شخص مادي بحت. هو ما بيفكر وبيرهق اللي قدامه بالمناسبه، ولو في علاقه قايمه على المحبه والهدايا اللي ما بينهم وما بين بعض وجاب لي هديه بقد ايه، انت بترهق اللي قدامك. حقيقي. يعني اللي قدامك هيتعب وهيقعد كل مره بيجيب هديه بيعلي، فبالتالي هيتعب منك. فانا شايف ان دي ما بتبقاش علاقه سويه خالص. لكن يكفي ان الهديه بقيمتها، لا، الهدية بقيمة الشخص اللي جابها، كون اللي هو افتكرني وفاكر حاجة مهمة بالنسبة لي، قرر اللي هو يقطع وقت من تفكيره في يعني وقت الزحمة اليوم والمشاغل الكتيرة اللي بينا بيها وفيها وبيهديني بحاجة، فأنا أعتقد هو دي القيمة الأكبر بالنسبة لي. على أي حال ده وجهة نظري المتواضعة أنا وزميلتي العزيزة منا، لكن عاوزين نعرف من حضراتكم هل الهدية بقيمتها ولا بقيمة الشخص اللي جابها؟ وقولولنا عن هدية جات لكم مش ممكن تنسوها أبداً. متصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.